أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس الماضي وصلنا إلى حدث عظيم من أحداث الإسلام، فتح مكة. فتح مكة كان حدثا ومنعطفا تاريخيا مهما في تاريخ الإسلام وفي حياة المسلمين. مكة المكرمة التي أخرج منها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أحب أرض إلي. مكة عزيزة في الله سطاس، عزيزة في ربي، عزيزة في النبي عليه الصلاة والسلام، عزيزة في نسلم المرة ظرام ذينا قاعش عليه الصلاة والسلام، ذينا إيه دينزل الوحي أول ما نزل، اقرأ باسم ربك إلى آخر ما تعلمون. ولكن يقدر ربي سبحانه عز وجل باش يضر الصلح الحديبية الذي سماه القرآن فتحا مبينا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. درس قلنا خدمي فيما قبل الأخير الفتح المبين، أي غرسي سمى ربي الفتح المبين لما فيه من خير وخيرات وبركات. استثمر النبي عليه الصلاة والسلام المدة الأولى من مرحلة الهدنة من السلم على حسب مقتضيات الصلح المبرم بين المسلمين والكفار والمشركين. زرام سلجان النبي عليه الصلاة والسلام بعد سلجان نظن انسلم النبي عليه الصلاة والسلام سلجان نظن سهيل بن عمرو خذ من العقد ني إذا انت زرام أمشي العقد ني لمجحف إلى ذيك الصلفات الظام قرآن. ولكن إلا وان دان النبي عليه الصلاة والسلام يجسي الحقيس، يجسي الحقيس خاطر يتولي غير الزاف. وإذا كان سوف هذه قاعدة ذهبية للناد، قاعدة ترجيح المصالح المستقبلية الدائمة على المصالح الآنية العرضية المؤقتة. بمعنى يتولي غير الزاف، يتولي غير الزاف. اسمي سينا علي بن أبي طالب يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل بن عمرو ذي الوقت إذا مشرك إن يس خاطئ إن يس يكتب باسمك اللهم والفرع نسينا راه بسم الله الرحمن الرحيم نسينا راه بعد إن يس هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو قال لي مصالحا في كذا وكذا. إن يس نكيلو كان نومين كشد الرسول وكنت حارة برا صافي اكتب اسم من بابك عبد الله محمد بن عبد الله. يعني لو آمنا بك رسول ما حاربناك، اكتب اسم الأب. وهكذا تنازلات تنازلات، ولكن يتولي غير الزداد. لذلك المهم اسم ياس فتحا مبينا، اسم ربي سبحانه إن فتحنا كفتح مبينا. وناد البعد العالمي لرسالة الإسلام تحقق بعد الحديبية. يفكيس البعد العالمي للناد يستوضك الرسائل إلى ملوك، إلى عظيم الروم هرقل، إلى عظيم الفرس أكل ملان، إلى المقوقس بالأسكندرية وغيرهم. وجاكم حكيت فيما سبق. من بعد نهضرت في مقدمة الفتح ذا شويضران وقصة حاطب ابن أبي بلتعة نحكيت بالتفصيل. أم بعد يسد الفتح، فتح مكة، النبي عليه الصلاة والسلام يشوي الخزر مكش مكة بالسلم ورزينا رذمان استلويت سلهنا. درس بوسا نلتقي مع الدرس رقم 28 من دروس نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. عنوان الدرس نتائج فتح مكة. النتائج كثيرة. النتيجة الأولى ذا شوت أن الفتح تم سلما بلا حرب، هذه مهمة جدا. يعني ورزنا رذما كاسني عجيب يسهل الحال انسلم من ذي القوة كل شيء لا السلاح لا يقوى سل القوة، ولكن خاطي ولاش الثأر باش ننظر باللي هذه النظرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبلغ الرسالة دايا ماشي ويفتح ويؤمن الناس للدخول في الإسلام.
ما إلى الغشي سعن الأمن أضبرني قرينسا ولي فغانا ذي يمن مرحبا ولي فغانا ذي كفر ذي كفر عادي ولكن ولا قارا أذيل عقبات كما كانوا سابقا أذيل عقبات وتسمي حنا راه وقال لك شمل الإسلام ديجا ميم في الصلح الحديبية خذ من الشرطين ناس ما يلايون ذين سلم يغال هذا كافري ذا مشرك مرحبا أتقفلن أتقفل قريش وكذا مشركين ما يلايون سي قريش ذا مشرك يبغى يغال ذين سلم ولا قارت قبل ننسل ما في درن وكذا الباطل الباطل هذا يعني فان معنى ثورة النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله بل يبلغ الرسالة ربي الناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وربي ند لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين وفي الوقت نفسه لا إكراه على الخروج من الدين أما كنيون تكره ضرب السيف هذه شم الدين وإلى قرى هذه تسوح تنب السيف باش هذه فاصل الدين لا إكراه في الدين صح ذا المفهوم هذه الآية سعى المنطوق سعى المفهوم كما يقول علماء الأصول هناك المنطوق هناك المفهوم المنطوق لا إكراه في الدين من أراد أن يدخل الإسلام فهو حر ومن أراد أن يبقى على كفره وشركه فهو حر يبغى ذلك الشمرة حظا يبغى ذلك قيمة ذا مشرك يبرق الرسل ولكن مفهوم الآية لا إكراه على الخروج من الدين ولا قرأ أسخذ من السيف بشر السفري ونسي الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي بعدما يتبين الرشد من الغي نعم لا إكراه في الدين طيب ذينا النبي صلى الله عليه وسلم ما كدنا حقق المقتل المبتغى وحقق المقصد سلما تم فتح مكة ذينا سنين لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية دي قمريون أبريا ذو حذي هاجر سمكان مدينة ذاين تم الفتح تم الفتح المبين فلا هجرة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد فنية ونية لأن الله عز وجل أعز الإسلام والمسلمين وقهر الشرك والمشركين فهي النتيجة الأولى النتيجة الثانية شمد أقطاب كثيرون إلى الإسلام أطس يعني لبول لتتنثم قراني يدش من الإسلام فذرغون ثيك التنية عدن بعضهم أستيقظ أن نكمل ما تيسر أدن زوير سهيل بن عمر من باب الإعادة أدن زوير ذي خطر هو البطل أم قران ذي الصلح الحديبية ذي نسيق ستنيان مقابل النبي صلى الله عليه وسلم أم قران أسمي بعد الفتح ربي سبحانه خطر الهداية من الله لربي يهدوني مذانا إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ربي سبحانه ولكن دور الرسول هو البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ما كان كنا غير من واسم وفلاح فلاحات يزرع تيجب ولاش فلاح يدي السمغين النامة فلاح يزرعيت سيكر زيت إجات ضربي يدي السمغين ما يفغى دي السمغي ما يفغى دي السمغي يرى غدا فلاح يسعى النية لكو سنتي سحساب وسنتي زرع من ذي الدعوة إلى الله شألين وقال سيرين النبي عليه الصلاة والسلام وتشمنا الإسلام ودخشين لنا لذلك تفضيون إذا أذن أكم سلمان الفارسي يفكيس النبي صلى الله عليه وسلم شرف كبير يعني يرثد آل البيت سلمان رضي الله عنهم سلمان من آل البيت صهيب الرومي ماشي من قريش ولا من بني هاشم إليس صهيب من آل البيت بلال سي الحبشة بلال بن رباح حبشي إنس بلال من آل البيت في المقابل ننوي الخطيه فافس بوكر صديق قال بعد الفتح كش من الإسلام تصوروا الصاحب يعني بوكر صديق سمي بالصاحب في القرآن إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه يعني بكر الصديق
يسعى المقام عالي ولكن فاس ولكن شمال الإسلام من الميك شمال الإسلام بعد فتح مكة سنذكره اليوم هدنا الذرمي من سام بعد الفتح يزمر سيني أبو بكر الصديق بالسيف إن كينا قليا كذا الرسول صلى الله عليه وسلم حصول وكذا لا 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 إكراه في الدين يلا أيغر دفكير المثال لكي أمشي وقاذا كي فاعذن قرفنت وقاذي قرفن فاعذن ذا شو ذا الميزان ذا الإسلام وين يشمل الإسلام ربي يرفذ الشام عليه القدريس وين يقيمن على الكفر يروح أصل القدريس ولما إلا يقرض غنفي عليه الصلاة والسلام نسبا ذيك ذمم يقرض الغرس ولكن أبو لهب أبو لهب ذا عمس ولكن مع ذلك مدى مشي دين سلم ولسارح تقيمة مات على الشرك وعلى الكفر ويبعث يوم القيامة مع المشركين والكفار والصورة كاملة تبتي يدا أثنى سلم سيكو أثنى دي القرآن الكريم تتحدث وتقدح في عم النبي صلى الله عليه وسلم النتيجة النظرة التي ننظرها الآن في هذه المسألة أن الإسلام يرفع ويضع يرفع ويضع ويفرق ويجمع يرفع ويضع ويفرق ويجمع يرفع ويضع يرفذ يسرسو استقبل الكنك يرفذ يسرسو وين الذي يسلم ربي يرفذ الشام أكيد إن عمر الخطاب ربي يرضى عليه إن كنا أذلاء مقر كان الفهم إن كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام وإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله يكفى ووال أكيد دين عمر الخطاب الفاروق إذن يرفع يرفض الشان ما كدنا أبو قذقيك وبلال إلا ذكر يباع ويشترى في الأسواق وغيره كثير ولكن ربي يرفض الشمس ويضع كما وضع من مقام أبي لهب مثلا ولكن في الوقت نفسه يفرق ويجمع بمعنى أثن ذي ذمن بعث إمي ولش الإسلام يرس الإسلام ولن دين سلم تأتي الأخوة الإسلامية الجامعة إنما المؤمنون إخوة ما ينقم على الشرك لا حول ولا قوة إلا بالله سؤال بن عمر اسمي فغادي يشمل الإسلام يشجع ميس عبد الله عبد الله بن سهيل بن عمر إن يصرح الرسول صلى الله عليه وسلم أطلب أمانا أطلب جواره أي في كلامان أي في كلامان لعنايا من بعد اسمي دي وضع الرسول صلى الله عليه وسلم ميس عبد الله ميس فذا يشجع يدروري الطلب السثور لمان لعنايا شو سينا إن يس هو آمن بأمان الله كيف كيس الأمان سينا يظل لي كان الصلح الحديبية يخدم ذي العجب صافي ولاش الثأر ولاش الثار ولاش لاين ولاش الحقد ولاش ثياب لا وجود له وسطفرة في حسيفين أسدي جفد دوسين ساكيني الشيني يظل لي كان ذي الحديبية خضم كذا 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 خاطئ إن يس هو آمن بأمان الله أسمي وض لما نجي سهيل بن عمر يرني وصل النبي عليه الصلاة والسلام ذا شو سينا يوصل الصحابة إن يس من لقي سهيل بن عمر وين دي مجرن سهيل بن عمر أعضو ربي قم قرآن وين دي مجرن فلا يشد النظر إليه ولا قارثي ولا يرث مغلي في فيكسيا كست مغلي وزرد ألن قرحنت ألن قرحنت لأن الغشي تسمو ناصين سوال المسن سوال لذلك أني أقوم في دعوة في حديث أخرجه الإمام أبو داود إن من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة وين ري سوغذنك ما سينسلم ولو كان سيط الخزرة ولو كان سيرثط يرث مغلي
إناك يوم القيامة ربي أسدير الحقيس خطر يضرف ولو كان استيط المضرة نغلاذا الآذى ماشي كان المسوع كواز نغلما سويل النظر الخاطئ استيط ذاكي سهيل بن عمر ذا شو يخدم دين تحصار أكن الناس من لاقي سهيل بن عمر فلا يشد النظر إليه أم بعد شو إن الناس إن سهيلا له عقل وشرف يرنى يفكيس القيمة يأنزل الناس منازلهم يفكيس القيمة يفكيس الشان وثقي منهج نبوي كيف يستميل الإنسان قلوب الناس إلى الدين بذكر محاسنهم بمعنى مثل فضيي ونثي الدوضة سابريذن الدين في كاس السيرم في جنس أين يلهان ذكس أين يلهان ذكس ماشي ذا هدو ضصح يسعى الكفر يسعى الشرك يسعى ولكن يولا شو يلهان ذكس يلها إلى وين يلهان ذكس يفذريثيد وهكذا كان يصنع التفضيي وذير قد سفلت مدند الطيق وسيستيرن في عليه الصلاة والسلام الفضلينس التفضيي المنفق جواد يتعاوني كليل يتعاون أثيدي فذر التفضيون سهل في المعاملة ذي التجارة يسعى على سوبلس ذي التجارة ميك ذي ملالي ذي سهل ذي فذر أسيني الشيني ثلي ذاكا ثلي ذاكا الطريقة يجي وهي الحكمة التي قالها القرآن في سورة النحل في الآية 125 ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أم بعد المهم النهاية يحكي غمصيد يكشم الإسلام سهيل بن عمر أسميك شمل الإسلام عرف ببعض الصفات في القرآن صفة مزوروث من أكثر الناس صدقة طبعا سوقي ذي النفوينس النفوينس درف الصحابة مهاجم الأنصار لا مثل ما ولقي ماشي المعنى يس دي باسي تنخط القراديس كان مي ذي الجلني نسنا ذي الوقتني وقالك شمل الإسلام من أكثرهم صدقة وصلاة للفرائض والنوافل وصياما يكثر من الصيام أم بعد وأكثرهم بكاء عند سماعه للقرآن مي سمعي القرآن أكينا ولي الزميرة في السمحس ثورة مي ذا سيسلا يتسروا من أكثر هؤلاء بكاء حين سماعه للقرآن وسبحان مغي الأحوال ورسين ذي الوقت الني ذي الذي المشذ الشرك أدي سيون واس أذي الشهاد وذي شمل الإسلام أذي غادر قزل علي سهيل بن عمر ثورة دنيني رضي الله عنه وأرضاه سبحان الله يبوي الرضوان لي قبل ذلك لا أثنو قيل هضرت في الناس نظرت كذلك إسلام صفوان بن أمية إسلام عكرمة بن أبي جهل وقي وقفة صغيرة كان خطر وعكرمة يقي وقي ذمي اسم أبو جهل أبو جهل ظلم ذا شو ميم ذي يطعن في البعث يطعن في كل شيء لا يترك مجالا أو فرصة للاستهزاء بالإسلام إلا وفعل ذا نسيد إذ يبون اسمه إغساني الفتات يغلنا شوال يغذن أما كان في ناس من يحيي العظام أمشي أثقر إلى يوم القيامة مش إلى يوم القيامة مش في يوم القيامة المعنى يسن المث أن بعد غد يحيو من جديد ينكر يوم البعث من بعد اسمي بودي غسن بني موثن يورثني ذكا النبي صلى الله عليه وسلم ولد يحيون ويدي غسن ذاين وغان ذاكال أم كذا يحيي إذا غرب سبحانه يزد القرآن قال من يحيي العظام وهي رمي فقلت السد في سورة ياسين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحان الله معناه وين دي خلق الناس مزوارو فخلقيه يزمرس ذي عوز من جديد فيخرج الناس من قبورهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلة يعني أدفغنا ما كنت فاسي تعبط قمسا يعني وقي يوم البعث
يوم البعث بعد النفخ في الصور ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض سورة الزمر، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم إلى آخر آيات يعني من سورة الزمر بعد وقدر ما قدر الله حق قدره إلى آخر الآية 75 من سورة الزمر. في سورة ياسين أكيد دي جواب ربي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. من بعد شوية برك أتفض الآية دينا ربي سبحانه آية 82 أشدينا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربي يبغى يقضى ذاكي عكرمة بن أبي جهل يفكاس دغ النبي عليه الصلاة والسلام الأمان ذا شو سيظلف من بعد ناس أسألك يا رسول الله أكسثر أن تستغفر لي ظلف ربي يسمح ثا ذو ثني إيش خذمة أمذ شمذ الإسلام ذا ذو قرآن عكرمة يفقدم ذفاس ذا شو سين النبي عليه الصلاة والسلام ناس اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها إن يصر بيعفو يا سعى كريمة يكثى ذو ثني يخدم الإسلام وكذي ينسل من رب يعفو ياس. إذن فهو الرحمة المهداة. أشو سنع كريما بعد على بالك أول إلهام السفو غد الخير قدن قمذان يعني الكلمة الطيبة تفجر ينابيع الخير المكنونة في الإنسان. الإنسان كن يبغي اللي يسعى الخير داخل يسعى أول زيظن أول زيظن يقطن تسدان يقارن يسعى زيظن يقطن تسدان أول زيظن يسوض في ناد مني الدفغ سيني لها لكن دفغ ديفرال. لذلك عندنا حكايات كثيرة مع الدعاة المخلصين العاملين شحال الدعاء شحال مش ضرب سبحانه دي هذا الغاشي على كل حال من الطريق يستخدم طريقة عجيبة إذا روح عند الفساد المفسدين وكذا أسد يفذر أين يقسعي لها صفة سيني كينسع أين الهان مازال ذي الخير خطر الشيطان عذو ربي عذو الإنسان يتزو لا يسد قلاو لا سيقار الشيني سيفيني ذا ينطبض السين سنة وزال ضارة ذا ينشيني ذا يويس مادام يويس يتكمل ذي الخسارة ذيني يتكمل ذي الخسارة ومذان يخدم المعصية ديال الشيطان سي كلا خاسيني ذاين سي طروطاري في هذيك الحال كمل كمل غادي غادي العثاف يلا كمل عليها. ولكن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ماشي دوا خاطرنا تعلم المنهج الديقار ماشي هكا ووالي القمذان جبدد اين الهان ذيكس اين يفيد بالك تسجل السبا استفكر السيرم ذكوليس واستفكر الثقة ذكيمانيس بلاك تسكين السبا غادي يغال هذيك الشمس تبري ذي الهان. اشو سينا كريمة مباشرة مي سينا النبي عليه الصلاة والسلام ولكي يفقد الخير قلنا داخليس الناس يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله. سمي ذا المشرك الصرفة باش الإسلام ينكد يغلي وباش الشرك أذيالي ثورة إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله. أين كني تصرف أثر تصرف أكثر باش في سبيل الله. ولا قتالا لأقاتل كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله. ميم القتال يعني يضاعف في الجهد والاجتهاد والجهاد. لذلك يتبصر بنهاية رائعة كان شهيدا مات شهيدا في غزوة اليرموك وقي ذميسن أبو جهل سبحان الله أدن مكتب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أخرج من أصلابهم من يوحدك ويعبدك. وفي رواية أخرى اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي رواية أخرى اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سيقف غادي دير اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يعني السثور ربي سبحانه باش هذه السماح القومي خطر يتوالي غرز ذات أدفغ من أصلابهم من يوحد الله عز وجل ويعبده. ثلاثة إسلام والد بن أبي بكر ذا اسم بكر الصديق وقي بعد ما
بعد فتح مكة ذاك الأسماء دي حكان أسماء بنت أبي بكر الصديق ثنات ذهب أبو بكر الصديق يعني فافاس إلى جدها إثنيه يبوثيد يخشم يبوثني يسكاوي على الرسول صلى الله عليه وسلم أش دي هضر داي يخيل السين بلا ما يخشيني ما ثقطان عضي يخشم الإسم ما ثقطان عضارة يخشم عضارة أكن كان يخشم أكن كان يخشم غير المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشو سينا أبو بكر الصديق إنس هل تركت الشيخ في بيته كنت جد خميس لم غار إنس حتى أكون أنا من يأتيه إنس ذلك يروح نروس سبحان الله العظيم وبحمده لو كنت جد ومغار وخام ذلك يروح نروس الرسول صلى الله عليه وسلم يروح نروس ثقيل سعى المعنى ستدير يدي حريك الخير نقلان لازم يدي حريك الخير نقلان داخل لازم خطوة تثر بالفطرة الفطرة ثلاث الإنسان أكد سيدي خلق ربي ذا شو الكفر وقيد شغليس ستدير سيخدم ديكوش الكفر الشرك الكفر الشرك الجحود الطغيان باش تنطق الفطرة ني ذاي ثغوم ثغوم جميل ثعرف مدينة ثعرف كفر الفلاح وزرعه معنى يسخبأه معنى غطاه يزرع زريعة أسمك خرز يغمي سوخال يغمي يغم زريعة سوخال وقيل مقصود صافي الفطرة نثلا ولكن تسغم والفطرة ني فطرة يعني ربي سبحانه جعلت على التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه مع المحيط الخارجي حينما يتدخل هو الذي يؤثر في الإنسان في فطرة الإنسان هكذا إن يس لكون كانت جاد بخان ذلك يروح للورس صافي ثورة الخير أدفق أم بعد أبو بكر الصديق إن يس يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك أبو بكر الصديق إن يس خاطئ ذلك سأديو الحال أدي روح لغوري المهم نبي صلى الله عليه وسلم يهضر راسك شوية في الدين في الإسلام التوحيد تسوي هو اللي زيدن كان بالحكمة والموعظة الحسنة وبعدين يطفي السقفوس ينفوس أفوس ويض يمسحس في ذبرنيس مساحة على صدره داين إنس ميخ عزيز إنس الشيء المعزي يوض ميخ في الإسلام وكذا شذفس يعني وها ربي خلف دفغة أما يعني الأصل دفغة من الفرع هكذا يعني يدفع الأصل الفرع أفثيذس يهضر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أولا قالوا نيس أسلم بدون تردد أشهدوا أن الله وأشهدوا أن محمد رسول هذا يعني شمد الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا الله أكبر ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا والحديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي في كتاب البر في سننه أي رد الحديث يجي دبالك إن هيد النبي صلى الله عليه وسلم إنك ليس منا من لم يوقر كبيرنا باللي شغل البراءة طبعا يجي من أحاديث الترهيب معناه الإنسان باش يكتمل إسلامه إذ يكمل الإسلام ينس إلى قاذي قادر مغارا أمغار قدري هذا ما ذا ولقي يكشمن دي الشرعي يكشمن دي الجدي يكشمن أي غير نكون يثور من هالدور ثمور ثزيان الله ثمور ثم كذا خلي أمغار سمي تسمور يسعو القيمة نورمال موكا نورمال أمغار سمي تسمور يسعو القيمة أولا ذي ثواش ولتيس قد قدران لقى أمغار أثام غار إفغ الدرفرة أرث الدرثيس الدروميس العرشيس نورمال مو أكيانيتا شرائث أكيانيتا جديث أمغار تشاورنت تقادرنت كل يوم ذا أمغار
سوغان الغرس يجرب الى اخره الى اخره صافي ثقيل لو ستاتوي كيما دما دينيغ محسوب امغار يسعى القيمه اما ذي الشريعه بعد الصلاه والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا وكذا كفريو ذا شو دير ليس النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركت هذا الشيخ لو كنت تجي دخان ذنك يروح الرسول صلى الله عليه وسلم يروح غرس يقدر خاطر يمي ذا مغار يقدر الشيفيس يقدر ثمغرينس بعد ناد الحديث قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويتفرد غير مشطح ويرحم صغيرنا صافي مادام ذي الشرعيث نزرب لي امغار يسعى القيمه ذي قبايليس نظيف جديث امغار يسعى القيمه يا اخي صوت المدن امغار السوال اللي غاوند المثلاقي ومسي شفان ذي المثل نزيك امغار السوال يا المزيت سغوال امر كانتي تناوال الى ولا خيلا امغار السوال اللي يقول السوال امغار السوال ردين السوال رطاعه رزاليث رصواب الميزان السوال غير الخير سيني الهام المزيد سغوال وسي قرر شنو جاك زمان يلاق باش تسي لو كونفلي ديال لي جينيراسيون اش تي دي بوين ما روح انت غير روبير راكي روح انت غير روبير ادي فون مشطوح اسيني باباس والسينار تفليكسير السينار الانترنت صافي شيني يطفي كان ديال ديال الموديول هاكي غا كلاسيك ورسينا لا ثاقي مي يسنى النظام الشيء اللي قبل انت كيقبل ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا هكذا اكره لي ليكيليبر ديال المجتمع توازن ولكن كون يا ساقي الله يبارك لاباس نسعى خامل قمغارا لا سيربريز تام هذه نظرتنا الان نظرتنا الان بمناسبة ذكر هذا الحديث النبوي الشريف سيري ما يكتب الحديث هاكي يخمني باش ويني وين مغار اسيدي غار اسيدي غار بالك ديوغال بالك ديوغال بس يوني حكي سيد والعهدة على الراوي إن هي بوي فاس ديال الكار باش يوسخ خام مغار الشوفور نفسي بارك يا ربي يشعل الراديو مني يسلغي الشيخ النقطة يجي في الدرس وني يسعى الدريا وني مولاني سخام كمغاران كذا 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 أذغى يوغل سكوفريد يزني مانيس يوغل سكوفريد مي ما إلا يون عشرة زمني ما ونسن إيمان نسن أشحال كمذان خاطي وزمنا راه إيمان نسن مازال مغارنا لسا في مغارين ثوالا مثلا ذيك خامن ذيك مغارن للاسف الشديد من ذي العواشر لان وكادي تسجل من ذي العواشر لا زياره لا والو ارنو استسيناتين تيكاشيتين ولي فغانا اللي جرح ولي سادي زار خامن كمغار داه سوا هاي الزور راه كان ويد ويد مية ويد الراوي ويد ويسعى الراويس ويسعى الراويس الان اذا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا أدنغال إسلام عبد الله بن الزباعري وقي يلقب بشاعر قريش شاعر قريش على بالكم مديني عبد الله بن الزباعري الشاعر يوعر مليح مين حسن بن ثابت ذي نسلم الودي تقابل مسيا ذاك القوة الشعرية دواكي ذا مخلوقين ذا مخلوقين ومدينة الشاعر ذا مذياز ذي الوقت اني شوال ما كان ديال وزاره الاعلام هو كي خدمي خدمان الشاعر ذا مذياز ذا حداد بوال الزمر ذي السلوغ الزمر ذي هود الزمر ذي خدم الهجاء الزمر يصنع الراي العام لوبينيون بيبليك الاعلام مساكين قاد من قراك الاعلام يصنع الراي العام لوبينيون بيبليك الصحة طرد الكذب الكذب طرد الصح الغلا تضليل اعلامي كبير والامر يسيزي سوا شو سيلس اي غرض يقرا النبي صلى الله عليه وسلم حضرت يلسى ونوال يلسقي وعر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت في تاريخ الامم بل في تاريخ الامه بالذات ان في الشعراء سعى دور كبير كبير جدا والسيسن واقي يهجو النبي صلى الله عليه وسلم واو الى اخره لذلك
كان خصما عنيدا للإسلام والمسلمين. أم بعد النبي عليه الصلاة والسلام يفقن داك الخير قال لنديس يكسس غبار يكسس يكسس فأعلن إسلامه يشهد لا إله إلا محمد رسول الله. بعد شو سيناء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يس يا رسول الله أسألك أن تستغفر لي ربي ظل ربي يسمح أطاس إلسي وخذ مغذي يكون العجب باش يعفو ربي. ذي نسينا النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجب ما قبله. مناسبة الحديث ذينا دفاع الحديث النبوي إن يسي الشاعر كي شاعر قريش إن الإسلام يجوفيس لغة العرب يجب وطبعا الشاعر يفهم العربية يجب المعنى يسي غماك ينمسخ يغماك يك الذنوب نتخذ الضوء ذكينا غير سلما يك إن الإسلام يجب ما قبله والحمد لله. وذا ابن عبد البر المالكي القرطبي أشهد سينا إن قال شعرا نسخ به ما قال من شعر في كفره. وكي ابن عبد البر هذا الفقيه المالكي القرطبي صاحب التمهيد وصاحب الاستذكار أشهد أقول كان هو فقيه يهتم بالسيرة ولكن الناحية الفقهية الناس شاعرك أبري يناد الشعر جميل جميل ينصر به الإسلام والمسلمين أقوى من شعره الأول الشعر مقرن مليح مليح ينصر به الإسلام غنيك ناسخ ينسخ غماك يعني يكوين الشعر ندينا في كفره اسم الله الكافر. الكلام قوم السلام ابن عبد البر ينافيد ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة يعود تقريبا نفس الكلام بصيغ متقاربة وهو يتحدث عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الكفار الذين لكبار الكفار الذين اعتنقوا الإسلام. ثورة نروح نتيجة نتائج فتح مكة زوال دولة الكفر قال انتهى. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم دايم قال خير. القرآن الكريم سجل لحظات الاحتضار الأخيرة للشرك العالمي ودخلت قريش في الإسلام. أربي الحمد لله وليش كسان تاذوث ثم قرآن الإسلام كذي نسلم أم قريش أبا من الإسلام أفواجا ثغى الجزيرة العرب سعى قوة عظمى أصبح المسلمون قوة عظمى في جزيرة العرب إذن يمثلها المسلمون. نتيجة أخرى تحقق وعد الله ربي وعد النبي صلى الله عليه وسلم وعزيز في مكة بالليد يسواس ربي يفتح ربي ينصر الإسلام إذا جاء أنصر الله والفتح. من بعد يقدر رب سبحانه عز وجل بعد التضحيات الجسام إلى آخره ذين قمر بلال باش يليق في الكعبة فوق الكعبة باش يعلن شعار الإسلام الخالد الأذان قرنه قبل مدة تساونا ربطها مكة مكبل مصفد بطحاء مكة السخانة الحرارة نثام قرآن يبا مسكين سقع بوضي سيبا مكسر سوزاوري سنغاروري خطر سرس نظر ويحمن سوفلا وعبوضي يقارد أحد أحد لم يستسلم أريد طفارة وذعار ذن الشرك رغم كل وسائل التعذيب ولكن كان يقارد أحد أحد. الله يرحم صاحب كتاب رجال حول الرسول ديكت بني سميس عنوان أحد أحد هكذا. بعدين يخم تعليق الساخر من الأهوال الساخر من الأهوال يعني وكل صحابي جليل في كيس عنوان معين اسمي ديوضر بلال يكتب أحد أحد دو بوان نقطتان الساخر من الأهوال. إلا الأذان طبعا يرفع ورفع الله أكبر الله أكبر لأول مرة يسمع الأذان في مكة المكرمة. وبعدين في الختام لنت الأحكام الشرعية التي نزلت
نزلت بعد الفتح، نفتح قوس. علماء اللي مختصين في علوم القرآن قارنوا يفرقوا بين ما يسمى بالقرآن المكي والقرآن المدني. القرآن المكي القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، قبل الذي هاجر، يكون القرآن اسمه قرآن مكي، ولكن بعد الهجرة اسمه قرآن مدني ولو نزل بمكة. صافي، الضابط هو الهجرة ماشي المكان، وإن كان المكان له وزنه له اعتباره يقينا، ولكن الحدث هو المعيار أو هو الضابط الأدق. هكذا هذا الرأي الراجح عند جماهير العلماء، أن القرآن الذي نزل قبل الهجرة يسمى القرآن مكي، الذي نزل بعد الهجرة يسمى قرآن مدني، من خلال خصائص لكاركتيرستيك. القرآن المكي يؤكد على أصول الدين وعلى نبذ الرذائل وعلى زرع الفضائل وإلى آخره. أما القرآن المدني يغلب عليه الجانب التشريعي بدليل ثوران والتشريعات. نبدأ وهي كثيرة، منها جواز الصوم والفطر في شهر رمضان. يا أخي فتح مكة كان في رمضان، في رمضان سبحان الله العظيم وبحمده الأحداث من غير التاريخ الجنس من أن في شهر رمضان هو شهر الانتصارات وشهر الفتوحات. ليزي ثورة سون كومنتير، ميديكش من رمضان بدون تقصص، صح؟ مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، مشكلة حضارية، مشكلة تربوية كبيرة. أي غير مشكلة، مش في الوقت اللي إيه عام، يعني شحال 450 كيلومتر، ماشي في لافيون، ماشي في الكار كليماتيزي، ماشي زرمة. النبي عليه الصلاة والسلام صام، الميد يوضر يوم بمكان اسمه كديد بالكاف، من بعد يفطر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التشريع معناتها تم تشريع رخصة الفطر في رمضان عند السفر. يون مريم سافر يسعى الحق ورسو زمرة، يعني ماشي كلمة في الغمة مما الساعة غاسي سوفر سطيارة سلافيون وستوموبيل كليماتيزي يسعى الحق أذي يفطر في رمضان. ثقي رخصة وربينات في سورة البقرة في الآية 183 كتب عليكم الصيام. المثفوك الآية 185 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والعلماء باتفاق أن هذه رخصة شرعية متصلة بالسفر لا بالمشقة، خطر المشقة حين زيك في الغمس نورمال في الزيلة لجدود النار فلا يمكن استوموبيل مشاكل سوغ الوهران سيقع الزول سيقع الوهران كليماتيزي إيه نور يجوز لك يجوز. إذن فهي رخصة، رخصة سين فافور ما تطبق الله يبارك لا تروز رمضان عادي يجوز نورمال. ثقي بعض الأحكام التشريعية اللي نزلن ثقي دي السفر ديجا دي السفر من مكة إلى من المدينة إلى مكة في الطريق قصر الصلاة الرباعية. النبي عليه الصلاة والسلام ذاغ يفكت التشريع بلي دي السفر ثلا رخصة الجمع مع القصر، بمعنى طور الساعة 4 العصر الساعة 4 العبد ماذا مسافر يسعى الحق هذه ظل طور صنف ركعات العصر صنف ركعات ريدكسيون 50% يعني يسعى الحق هذا غادي يخدم جمع التقديم ولا جمع التأخير. مثلا تفض سيكي سي عزازكا في الحوض الجزائر في الحوض الوهران قسنطين عندها في الحوض من بعد جوست فرض كان سي الحمينيش يعني سي الديار فاصيت الدرس من بعد سي الظهور سال لحقت زل ركعتين طهور وتصرنوض العصر ركعتين وكي قرص جمع تقديم قصرا الزاد العصر والطهور في اول وقت الظهر اي غر. اما كان ذا يجوز اتوخرض اتوضغ الجزائر في الخمسه
ثنا في ربع ونص، أتظل الظهر سنف ركعات، العصر سنف ركعات، ودي قاس جمع التأخير قصرا. أي غرة وجد ظهر العصر سمعنا الفقهاء الظهراني، خطر سعان وقت مشترك الظهراني، يجوز التقديم ويجوز التأخير. ثقيا رخصة سين فابر يشمد المغرب، ظل المغرب ثلاث ركعات لا تقصر، ولكن العشاء ظل يتأكد المغرب ظل كم ركعتي زود المغرب رميس العشاء سنف ركعات جمع تقديم قصرا. في فغط وخرض في وضف الأحداش قيض ظل المغرب رنو العشاء وقيقان جمع تأخير قصرا. يوكلي فافوراجي وسنتد بعد الفتح تجي أمر شريعي يناد النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. سيدي فافر تاع الشرع ما إلا ينوري في غارة هو حر، لكن كتظل ذي الوقت نكون تظلي في أربع ركعات نورمال كان ربي مثولا ضيون يطفل فافوراجي يسعى الحق أي غرض سلام الحديث. وإذا غادي يولي مانيس إلى الحرج عند الكاريض عند الوضوء عند الجامع عند شوف هذا كان أول فرصة صلي فنت والسلام عليكم راك مهني السلطة صلي فيك وذمتك بريئة والسلام. لذلك ثبت في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم 19 يوم يقيم في مكة 19 يوم كان يقصر، وربما هذه اللي بعض الناس يستغلوها يقول لك مما ديال ستوديون سي وهران في زي وزو يقيم 6 شهور يخدم تقصير الصلاة. لا فقي الأمر هذا ماشي في الفقه إن شاء الله نغلق الأصول من كم النظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن نفتح كتاب ذا جديد ذا جديد جامع عززقا جامع الشيخ الحداد اسمه جمع الجوامع من أعظم الكتب في أصول الفقه من أعظم الكتب في أصول الفقه. لذلك نتعلم الأدوات كيف نتعامل مع النصوص الشرعية في الكتاب والسنة في مجال استنباط الأحكام الشرعية. ذغى تشريع آخر النبي صلى الله عليه وسلم يستعلمسني الصحابة صلاة الضحى فظلت الضحى فظلت الضحى يعني عند حل النافلة بعد شروق الشمس يجوز بعد صلاة الصبح والزلارة بعد صلاة الفجر والزلارة هذه ظليون الفجر الخامس أدي سيد الظل ذاك الصباح أقول الشيخ ما يشمد أريد ظهر النافلة خاطئ ممنوع النافلة صف ما عدا تحية المسجد ما يبغى ما يوتي الظلال يسأل الحق إذا مدى سميسين ذون الظلم الفجر الدخان هذا وضمر ذاك سي الحاج أريد ظهر ذاك يسأل الحق 100% الشيمي فغط ظهر كعتين تحية المسجد يسأل الحق. هذا المكان لا إنكار بينهما لأن صلاة تحية المسجد هي نافلة والنافلة ما كانش بعد صلاة الفجر الوقت اللي مخصص للرغيبة وللفريضة فقط ولاش النوافل بعد حين النافلة مثل الشرقيط يجو كذا يلحى مقدار معين حوالي 4 ساعة 20 دقيقة بعد الشروق ذينا يدخل وقت حين النافلة ظل تظليث الضحى الشرعي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة شحال يقزر ذينا يزول 8 ركعات يونس يزول سنات. المهم بعد الصحابه رواو الشويظران الفقهاء ان صلاه الضحى اقلها ركعتان واكثرها 8 ركعات ولكن ما زول اكثر يجوز زول سنطحى زول سنات نغربعة نغسطة نغثمانية واذا ماشي ما زولت يباس إلا قد تزلط كل سالة خطر لك رقم غير نحيني كيني والله ثورة عييض وزميل قد تزلط كل سالة مسكين يفهم باللي مدى يفذات شغل الفارضة خاطئ ثقيل صلاة النافلة ثقيل صلاة مشيد الفرض عندي فرض ربي يفهم إذن يسد تشريعي يسد تشريع وايض تحريم زواج المتعة إلى الأبد بعد الفتح يكفوه زواج المتعة حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبد المثنية الدنيث بعد فتح مكة
وكان تنسكشم الموضوع كي في اطار التدرج في التشريع كي باش نفهم اليز تزرم في الجاهليه يون ما الا يموت بافاس هذه جوجه وتسمطوث بافاس انا عميه كي لا خدمه ولا تنكحوا ما لك اباؤكم حكي الجاهليه ابريش هذا الاسلام يمنع لا الويضه هذه سعوا هذه جوجه وتسمطوث دير له التماس هذه جمع سنات انتي استماثين لقيوا مخا كل شيء يجوز له وقتني لذلك يسد التشريع يمنع حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم او الى اخره ومن بعد وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف الى اخره الا ما قد سلف معناها زواج المتعه قد سلف اصبح محرما تحريما قطعيا والى الابد التشريع النظام وبه نختم عدم جواز الوصية بأكثر من ثلث المال وقيه ليه سعد الأدو قص ذاكي ذي مكان إيه ليه يظن من بعد يروح ورس النبي صلى الله عليه وسلم هي دي زور إذا غاي شاوري في إنيس يا رسول الله إنت قل إيه ليه إنيس فغيغ أذجغ يكوين يسبغ أذجغ في سبيل الله أكوين يسبغ تريكاينس كامل إنيس رسول الله خاطئ إنيس يا رسول الله فشطره يعني نصفه مسعر عشرين قطارا عشرة نفكا في سبيل الله إنيس النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد إنيس إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم وفي رواية تذرهم عالة يتكففون الناس الثلث والثلث كثير يفكيس تشريع لو انتيير سي بو ساتور تيستامون سور ان سنيتياو تيستامون لو ماكسيموم انتيير ما تسايل 30 هكتار 30 هكتار البخال تسايل الحقات جد كان انتيير في ثلاثه يعني 10 في كيفني اللي لاني مغفاني وانت بغير فقط ما عدا الورثه اللي زيرتي خاطي معنى اللي دو تيير 20 هكتار تقيمني وراه تقيمني لا فامي يعني الورثه معنى الشريعه حصنت ثلثي المال للورثة والثلث متروك لصاحب المال يتصدق به عن طريق الوصية عن طريق التستامون هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأكده في حديث آخر إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم في آخر أعمالكم فضعوه حيث شئتم ويأتي حديث آخر إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث معناه لا كونكليزيون الوصية تستامون يجوز يناديج تستامون وصية ولكن ماكسيموم ثلث وفقط وإن شاء الله للدرس اللي تهدو المكتب ربي أنخدم غزوة أحد عفوا غزوة حنين والطائف وغزوة تبوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.